مرور 292 يوما على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، أفاد مراسل الحدث بانتشال 5 جثث من تحت أنقاض منزل استهدفه قصف صاروخي إسرائيلي في منطقة الجرن في جباليا شمال القطاع. وأضاف أن الطيران المروحي الأباتشي الإسرائيلي استهدف حيتا للهواء جنوب غرب مدينة غزة. وفي وسط القطاع أفاد مراسل الحدث باستهداف غارتان إسرائيليتان مخيم البريج، إضافة إلى قصف مدفعي عنيف استهدف المنطقة الشمالية من مخيم النصيرات. كما شهدت بلدة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية. وشنت طائرات إسرائيلية غارة جوية استهدفت منزلا في منطقة السطر بمدينة خان يونس. الجيش الإسرائيلي قام أيضا بنسف مباني سكنية في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. لنستطلع كافة التطورات من دير البلح ينضم إلينا من وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة كحلوت. أهلا يا أسامة، أولا يعطيكم العافية، نريد أن نعرف منك تفاصيل ما الذي يجري على الأرض وإن كانت هناك أي تطورات ميدانية في الأحياء التي ذكرت آنفا. الله يعافيك. في آخر الاستهدافات الإسرائيلية كان فجر هذا اليوم في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، تحديدا في منطقة الجرن. في استهداف أدى لسقوط 5 ضحايا وعدد كبير من الإصابات في صفوف الجيران الذين يعيشوا بالقرب من هذا المنزل، مع العلم أن في منطقة جباليا شمال قطاع غزة ومدينة غزة فيها ما يقارب من 500,000 مواطن فلسطيني لم يغادروا ولم ينزحوا باتجاه مناطق الجنوب. أما باقي الضربات الإسرائيلية فالجيش الإسرائيلي يركز ضرباته على منطقة جنوب القطاع ومنطقة وسط القطاع. في منطقة مخيم البرج الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن استهداف المنطقة الشرقية المحاذية للسياج الفاصل للمدفعية الإسرائيلية، بالإضافة لاستهداف منازل سقط منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة 7 ضحايا في منطقة مخيم البريج، بالإضافة لاستمرار القصف المدفعي باتجاه منطقة جسر وادي غزة وفي محيط هذه المنطقة وفي منطقة المخيم الجديد وفي منطقة محيط مقر شركة الكهرباء في منطقة شمال مخيم النصيرات. كل هذه مناطق الجيش الإسرائيلي تقدم في هذه المنطقة، وهناك عدد كبير من القناصة يطلق النار على كل من يتحرك في هذا المكان، وبالتالي رجال الإسعاف في كل ساعة يعثروا على جثامين لضحايا مصابين منذ عدة أيام في هذه المنطقة وينقلوهم إلى مستشفى شهداء الأقصى. وباقي الضربات الإسرائيلية فالجيش الإسرائيلي يركز ضرباته منذ عدة أيام على شرق مدينة خان يونس، وهي المنطقة التي أبلغ سكانها بالنزوح ما يقارب من 250,000 مواطن نزحوا من المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس باتجاه منطقة المواصي. حتى هذه اللحظة هناك عدد كبير من العائلات في هذه المنطقة الشرقية لم يغادروا وجميعهم محاصر، ويناشدوا الصليب الأحمر بالتوجه لإنقاذ حياتهم وانتشالهم من بين الدبابات التي تحاصر المنازل في المنطقة الشرقية. الدبابات وصلت منطقة القرارة تطلق النار باتجاه كل السكان في هذه المنطقة ومن تبقى في منزله، بالإضافة لقصف مدفعي متواصل منذ بدء العملية العسكرية البرية على مدينة خان يونس. تم انتشال 121 ضحية حتى هذه اللحظة، ومئات الإصابات نقلوا إلى مستشفى ناصر في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. لأول مرة أن تصل قذائف المدفعية إلى قلب مدينة خان يونس بعد انتهاء العملية العسكرية البرية قبل 3 أشهر، والتي كانت أكبر عملية على قطاع غزة. والآن القذائف باتت تتساقط على وسط مدينة خان يونس، وهناك عملية إخلاء للسكان من هذه المنطقة وهروب باتجاه منطقة مواصي مدينة خان يونس واتجاه منطقة دير البلح. الوضع مأساوي جدا في ظل توقف عدد كبير من محطات تحلية المياه عن العمل، وبالتالي أصبحت الآن معاناة كبيرة للسكان والعائلات النازحة من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب في ظل توقف محطات ضخ المياه للاستخدام المنزلي في دير البلح بعد توقف البلدية أيضا عن العمل بسبب نفاذ كميات الوقود. كل هذه الإشكاليات بسبب نفاذ كميات الوقود ومنع الجيش الإسرائيلي إدخال أي وقود إلى منطقة جنوب وشمال قطاع غزة، بالإضافة لمنع مدخل إدخال الأدوية والمساعدات. الأوضاع الإنسانية تتفاقم في ظل أحكام الجيش الإسرائيلي يعني سيطرته وحصاره على المنطقة الجنوبية والتي تكدس فيها ما يقارب من 2,000,000 مواطن، بالإضافة لمنع إدخال المساعدات. وحتى هذه اللحظة الأوضاع مأساوية في ظل استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح بالكامل، وتشهد هذه المنطقة الآن تحديدا في المنطقة الغربية عمليات نفس لمربعات سكنية ومنازل منطقة حي السلطان منطقة الحي السعودي في المنطقة الغربية، واجتياح جزئي لمدينة خان يونس هنا أيضا في جنوب قطاع غزة. شكرا جزيلا من دير البلح وسط قطاع غزة أسامة الكحلوت مراسل الحدث.